هروح لأيضا تصريح هام جدا، ولكن قبل ما أخد التصريح هنتكلم على البروفيسور جوزفالدو فيريرا. البعض يعني مستغرب من اللقب اللي أطلق عليه، ولكن هو بالفعل بروفيسور. معلومة كده على الماشي عن فيريرا اللي لم يلعب كرة القدم بالشكل الاحترافي تماما. فيريرا راجل أكاديمي موجود في الجامعة هناك في البرتغال، وبالفعل درب لعدد كبير جدا من المدربين الفنيين اللي موجودين في البرتغال أو بيحملوا الجنسية البرتغالية. لستة كبيرة جدا مش هنخوض فيها، فبالتالي أطلق عليه لقب البروفيسور. ومن هنا أروح لعقليته تماما، العقلية الأكاديمية. دايما لما بيطلع تصريح او مباريات كتيره جدا نادي الزمالك بيكون كسبان، ما بيطلعش وما بيعملش اي لقاءات، وحتى المؤتمرات الصحفيه كنا بنتابعه فيها عنده نوع من انواع الهدوء والرزانه، وده شيمة من شيم يمكن الناس الأكاديميين، أو بمعنى أصح اللي هم بيتكلموا بطريقة دايما التدريس أو كده. فبالتالي لما ناخد أي تصريح هنعرف أنه التصريح موزون بشكل كبير جدا. هنروح في الفقرة دي إلى التصريح اللي أطلقه فيريرا عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، اللي أكد أن الزمالك كان بعيد تماما عن أنه يحقق بطولتي سواء الدوري أو الكاس، وبدأ يتكلم بالأرقام. أول حاجة اتكلم قال أن نادي الزمالك لعب هذا الموسم 27 مباراة، فازوا في 20 لقاء وتعادلوا في 4 مباريات، فبالتالي باقي 3 مباريات هم دول هزم فيهم جوزفالدو فيريرا او نادي الزمالك. فلما اتكلم كمان عن فتره تتويج نادي الزمالك بالدوري بعد فتره وجيزه كمان من تحقيق لقب كاس مصر، قال ان الفوز بالدوري والكاس عامه ما كانوش غير متوقعين للجميع، من اول الجمهور وحتى اللاعبين، ولكن هو تكاتف مع اللعيبه، حاول يفهمهم ان الكره في الملعب وان المجهود او العطاء اللي هيقدموه هو اللي هيحسم بشكل كبير جدا الانطلاقه لنادي الزمالك في الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام الممتاز. ورجع كمان بالذاكره العام 2015، قال نفس الأمر تحقق لما فزنا بالدوري والكاس قبل 7 سنوات، بيبارك للجميع وفي مقدمتهم جمهور نادي الزمالك، وقال إن الأمر بالفعل كان يستحق هذا العناء، ده رغبة طبعا من الإحساس اللي وصل للعيبة والجماهير بعد التتويج سواء ببطولة الدوري أو بطولة الكاس. ده كان واحد من التصريحات لجوزفالدو فيريرا اللي عنده نوع من أنواع الحنكة يا مرهان في إدارة المؤتمرات الصحفية، في التصريحات في التعليقات، لأن أنا بشوف إن المدير الفني مش بس إدارة في الملعب، لان في تصريحات دايما حتى في جيمز كده بتتعمل للمانجرز. انت ازاي ممكن تصريح معين ياثر بالسلب على فرقتك، او ان انا ممكن اقول اي تصريح لحد شغال تحتيه ياثر حتى بقى ايه نفسيه اصليه السيكولوجيه.